اسمي هديل العبد الرزاق، باسم مشروعي سنسف جاسمين. جيف كويت فتحت أبواب هالمشروعي. اسمي فاطمة فولاد، مشروعي بلومة للتصوير الفوتوغرافي. جيف كويت أعطاني فرصة الظهور. أنا عهود المحبوب، مشروعي تصميم أزياء بدل استقبال، ساعدتني الوطنية والحين أنا بمعرض جيف كويت عشان أثبت للكل نجاحي. اسمي منال فرس، مشروعي بوتيت فور آند مور، برنامج جيف كويت تبنى مشروعي، صار واقع قدامي. اسمي شيخ الحوطي، ومشروعي حوطي للأزياء، قدمت وقبلوني وأنا الحين بمعرض جيف كويت. تفضلوا بزيارتنا في معرض جيف كويت من 12 إلى 16 من أبريل في أرض المعارض بمشرف.